لم يكلفه الأمر الكثير بدراهم معدودة، راهن على الرقم لأنه سمع الكلمة التي ترمز إليه مرارا وتكرارا. بعدما ربح ذهب إلى الحانة ليحتفل مع رفقاء السوء في تطوان. لم يكتفي بذلك، فأخذ التاكسي ليكمل حفلته الماجنة في مارتيل. كان سيسقط على الأرض حينما أمسكه حارس للسيارات، فغضب قائلا: أستطيع أن أمشي لوحدي. وفي آخر الليل خرج من الحانة خاوي الوفاض ليطلب من حارس السيارات أن يقرضه مالا ليركب التاكسي. كان أحد أصدقائه السكارى يرفض أداء حق موقف السيارات، فتكرم وأعاد ما اقترضه إلى صاحبه قائلا: هذا ثمن موقف للسيارة وأنا سأركب مع صديقي الرائع. عرض عليه صديقه أن يسوق بدلا عنه، وفي طريق عودتهما اعترضتهما شجرة فشجت جبهتاهما. قيل أنهما صارا يصليان الفجر بانتظام، لم ينسيا أن يطمئن على الشجرة ويعتذر لحارس السيارات الذي غير لون سترته من الأصفر إلى البرتقالي، وقد شمر على ساعديه كما طلب منه.